الآن وصلنا قبل الأخير، فلازم تكون يعني تشتغل على مهلك، يعني مو حيل تضغط. يوجد جسر هنا لازم تدير بالك عليه. يعني حار. شوفوا، اجا ترس يعني. أوه. احتاج له شوية توسيع. هذا خلصنا من ثقبه، الآن انتهى موضوعه. شوفوا أعزائي، هذا الإطار حتى تثقب الجهة، هذا لازم تفتحه إلى براغي، زين تفتحه تطلع منه هذا الإطار، زين طلع هذا الإطار حتى شنو تقدر ترسمه على ورقة مثل هاي، زين
حتى ترسمه هنا، بعدين هاي الرسمة تحطها هنا وبناء عليها تقص الخشب. زين الآن راح نقص هاي الرسمة هاي اللي هي بناء على هذا الإطار. زين حتى نفتح الفتحة الجانبية، فرسمناها هنا والآن راح نقصها، بعدين نلزقها بالجهة هاي وثم نقص على ضوءها يعني. ان شاء الله وضحت الفكرة. الآن أعزائي خططنا، راح نفتح هذا. زين رسمنا هاي زين وحددنا المكان طبعا يعني بحيث ان هاي فيها تقويسة شوية، فحددناها ان هذا انه يعني مو كثير مرتفع يعني يجي ويد، يعني تقوم انت تعمل هاي الحركة وتشوف افضل منطقة بحيث ان هذا الجهاز يكون راكب. زين لان في انحناء هو بسيط يعني، فحصلنا هاي المنطقة وسوينا هاي. الان راح اجيب بعدين اقص بواسطة اسراويكم اياها، اقص هاي المنطقة منها. زين افتح الخشب. زين على هاي هذه هاي المنطقة احاول افتحها، مش هذا الابيض لا اللي داخل. زين وافتح حتى بعدين هاي تجي تركب هنا، هذا القاعدة هنا تركب، هذا الجهاز يركب بالداخل. زين